أهلا بك سوزان، أتواجد الآن بجوار غرفة العمليات المركزية داخل مجلس الوزراء والمعنية بمتابعة ومراقبة سير العملية الانتخابية في كافة محافظات الجمهورية. بدأت الغرفة عملها في تمام الساعة 9 صباحا بالتزامن مع بدء فتح أبواب اللجان أمام الناخبين، ومنذ الصباح الباكر يتم التواصل مع كافة المحافظات على البنية للوقوف على المشهد داخل او المشهد الانتخابي في كافه المحافظات ومعرفه اذا كان هناك شكاوى او مشاكل من عدمها. رئيس الغرفه العميد علي هريدي، رئيس قطاع الازمات والكوارث، ادلى في تصريحات خاصه لقناه تان انه لا توجد شكاوى تعرقل سير العمليه الانتخابيه، وان الشكاوى التي ترد حتى الان هي شكاوى عاديه على حد تعبيره، مثل مطالبه كبار السن بتوفير تيسيرات وتسهيلات اكثر للادلاء باصواتهم. منذ قليل حضر السيد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء الى مقر مجلس الوزراء لاجراء اجتماع مع اعضاء الغرفه المركزيه ومتابعه سير العمليه الانتخابيه في المحافظات المختلفه، واجرى عبر شبكه الفيديو كونفرنس حوارا مع 7 محافظات للوقوف على المشهد في المحافظات المختلفه. من الجدير بالذكر ان اعضاء او يوجد 9 جهات معنيه من بينها عضو بداخلها عضو او اكثر من اعضاء الغرفه المركزيه التابعه المعنيه بمراقبه ومتابعه الانتخابات بمجلس الوزراء. من بين هذه الجهات وزاره العدل، وزاره الدفاع، وزاره الداخليه، وزاره الصحه والسكان، وزاره الكهرباء والطاقه المتجدده، الهيئه الوطنيه للاعلام، والمجلس القومي للمراه. كان هذا كل ما لدي حتى هذه اللحظه. عوده اليك مره اخرى سوزان. نعم، الزميله علا حجازي مراسلتنا بغرفه عمليات مجلس الوزراء، شكرا جزيلا لك.